ركب شحاته. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ راجب. اسباب الانخفاض، وهل 700 جنيه لما ينخفض قياسا بشهر يناير معنى كده انه كان مرتفع بشكل غير طبيعي؟ لا، هو الحمد لله، بس حضرتك بنوضح لكل الناس ان الرز متوفر عندنا، والرز اساسا سلعه محليه. وعندنا الحمد لله فائض فيه، يعني عندنا فائض من سلعه الرز، والمضارب ملبيه طلبات الناس على مستوى الجمهوريه. يعني الحمد لله ما عندناش اي مشاكل، وعندنا انسيابيه في التوزيع، والحمد لله يعني الاجهزه متعاونه معانا جدا جدا جدا، ميسر لنا يعني سرعه الوصول، والحمد لله يعني ما فيش اي مشاكل، والرز متوافر. يعني هو متوافر على الانخفاض حصل ليه فن؟ يعني انت حضرتك عارفه رمضان وشهر رمضان، وكل سنه ومصر كلها والعالم وحضرتك والعالم كله خير. بيبقى في شهر رجب كده، في النص الثاني من شهر رجب بيبقى فيه طلبات عشان خاطر سنة رمضان وموائد الرحمن. كان الناس بتعمل حسابها بدري، متوقع ان شهر شعبان هيكون فيه ارتفاع، فعشان كده الحمد لله المضارب لبت هذه الطلبات في شهر رجب اللي هو شهر يناير. ومع بداية شهر شعبان يعني حصل الانخفاض وحصل استقرار، وفي استقرار، والحمد لله سلعة الرز السلعة يمكن الوحيدة اللي في مصر اللي لم يرتفع سعرها عن العام الماضي. كيلو الرز أنا كمواطن بشتريه بكام؟ هو المفروض يعني لا يتعدى من 30 ل 35 جنيه. أيوه. يعني ده المفروض لا يتعدى من 30 مفروض. ل 35 جنيه. ده المفروض، لكن هو مفروض. بيتباع بكام؟ لا، هو بيتباع بقى كل مكان حسب، احنا بيطلع من المضارب رسمي، بيطلع من مضارب الـ الناس يعني من 27 جنيه 30 جنيه حسب النوعيه وحسب الدرجه. يعني اعلى سعر الاعلى درجه المفروض 35 جنيه المفروض انا اشتريه بده المفروض، بس طبعا في بعض اماكن ربما يعني عندها ظروف بتبيع اغلى من كده، يعني ما عنديش انا فكره. احنا ملتزمين كمضارب بهذه الاسعار، واي حد عاوز اي كميات احنا في خدمه مصر كلها، مش تمام. خدمه مكان واحد يعني، تمام. احنا اي محافظه او اي مكان احنا الحمد لله على تواصل طول اليوم على مدار اليوم مع كل الناس في جمهوريه مصر العربيه، وعندنا يغطينا عندنا تغطينا الكميات فترة قد إيه بعد إذن حضرتك يا فندم؟ إحنا حضرتك الرز السلعة يعني كذا سلعة الحمد لله عندنا في مصر، زي البطاطس زي الخضروات كلها، إحنا مصر يعني إحنا طول عمرنا كنا بنصدر رز، ولكن مع تحديد الكميات نظرا لمشاكل المياه، فالحمد لله إحنا الإنتاج عندنا حاليا بيكفينا وبيفيض كميات، صحيح مش كبيرة، ولكن بيفيض عندنا رز. تمام. يعني تمام. عندنا الحمد لله الرز السلعه متوافره في مصر، احنا لو استوردنا بعض كميات بسيطه جدا بيكون يعني ده لاستقرار الاسعار. ايوه. يعني اللي عند اي ظرف بيتعرض هذه الكميات لعمليه استقرار الاسعار، لكن تمام. الحمد لله احنا عندنا الفائض بتاعنا ومفيش اي مشكله في الرز. تمام. اتمنى انه بالفعل السعر يوصل للمواطن في حدود ال 35 جنيه زي ما استاذ رجب شحاته متصور او قال الكلام ده، لكن انا بقول يا جماعه احنا محتاجين طول الوقت رقابه. كيلو الرز اغلى من كده بكتير، الناس بتشتري رز باغلى الكيلو من 35 جنيه، وهذا لا يجوز.